اوكي يا معلم، مرحب بيك، اخبارك؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم حنكمل شباب في تختيم لعبه ديمون سلاير. اليوم حتكون الحلقه الرابعه اعتقد، بس طلبتوا مني يا شباب اني ايش اعمل، ان نعمل بي في بي في مين؟ نعمل بي في بي في اكازا. بس المشكله يا شباب فيش هذول، ها يعني اكازا شوف باخذه لحاله، بقدرش اخذه حد ثاني. انا جربت هالقصه هذه وبصراحه اكلت كتل لما شبعت صراحه. بس خلينا نجرب ونشوف. يا الله شباب والله غيرك الكتل لما اشبع الحين. شوف كم واحد مع اثنين وانا معي واحد بس اكازا. يلا خلينا نشوف شباب، بس تذكر الضرب وين. ايوه هذا هو، هذا تصدي ممتاز. تصديت يا زلمه، تصديت يا ابو دم خفيف. ليش بتوقف هيك اللعبه؟ لا تصديت، انا تصديت يا زلمه. طيب يلا دوري، يلا تعال اقتله. زبطوا يا زلمة. أيوة زبطتها يا معلمين، مش عارف كيف صراحة، بس انهم زبطنا. تعال تعال دوري بس. لا يا زلمة لا، يا الله يا شباب كنا كاتل. المشكلة معه اثنين ألف متلف معي. طب حتموت، ايش رأيك؟ اللي مش عارف الشباب تروح تصدي منه، انا مش عارف، متنا خلاص. تعال بس اقول لك قتلني، زبطني يا معلم. الحين شباب الفاصل معاه المشكله، ثلاث عالق متلش معيش. يلا يلا تعال بس ساعد ونزل. المشكله شباب معاه شريك وهذا بيساعده. يلا يلا يا معلم، بس والله شباب كومبوهات في هذا المعلم مصرية. يا الله يا الله علينا، بس ما يعملش التميت وخلاص. تعال يلا خلاص خلصنا. ليش يا زلمة تدخل؟ يا الله يا شباب لما يدخل الشريك اللي معاه. عمل لي التميت، يلا قتلني. والله ظلم، والله ظلم هيك. هيك ظلم ظلم. بك بيم، شو ايش ضل في دمي. يا الله والله كنت حمسكم يا شباب، والله حرام. ايش هذا؟ في كمان جولة. طيب خلصت، مسكنا. لا راح الالتميت شباب، كنا نوريكم الالتميت، بس يلا مش مشكلة خليه يهزمني، مش مشكلة. اللعبة شباب صعب. ايش هذا؟ ايش هذا؟ يا اخي يا شباب ايش اسمه هذا؟ هانجيرو اسطوري الصراحه، مش حجرب غيره الصراحه. خلينا شباب نكمل احنا في الستوري. طيب احنا المره اللي فاتت وصلنا لوين؟ خلينا نشوف. والله ماشيين فيها كثير كنا. خلينا نشوف، نقول بسم الله. هاي موزان الاهبل يا شباب، بعتقد انه هو عشان قصه الاقراط هذه، فهو عمل قصة كبيرة الحين ملموس يعني. ها شايفين؟ حيكون آخر شيء تشوفه اللي هو نصل سيفي. تمام تمام، بيسب عليه بقول له اللعنة ومش عارف شو، بده يحط له حد يعني في الأيام الجاية. ماشي. طيب شباب بعتقد هذا على الفاضي، يعني حجيب لكم القصة بس الحاجة المهمة. طيب في أوامر جديدة بقول له المعلم هذا، في بقول القصر لازم تقتحمه. بتهيألي شباب الحين نروح نتبع الطبول الحين، على ما أظن بقول لك في قصر مليان في الشياطين، بتهيألي اللي فيه الطبول على ما أعتقد. الحين حيلاقي بتهيألي أصحابه، بعتقد شباب حيلاقي. أيوة أنا قلت حيلاقي هذا الحين، حياخده معاه، بعدين حيلاقي الخنزير. ممتاز، هو بيكون هذا بحب هذه ومش عارف إيش. أنا بصراحة شباب شخصية هذا بكرهها شخصيته، لأنه بضل يعيط كثير ودائما خايف، بس قوي جدا، قوي جدا جدا جدا، مرات أحسه أقوى من طنجيرو. طيب شباب أجا الغراب بيقول له أركض بسرعة يا طنجيرو، بقول له ابدأ بالركض مش عارف ليش. بقول أنتوا الاثنين روحوا على المهمة اللي قال عنها قبل شوي لطنجيرو. طلع هذا مستغرب ان الغراب بتحدث. طب انت العصفور معك بتحدث يا هبيله.
ماشي آه ماشي شباب، حيروحوا مع بعض الحين. ممتاز. هو بعتقد يا معلمين ان احنا حنصير نلعب فيهم كلهم هذول على ما اظن. شوف الخريطة ايش فيها، بعتقد فيش فيها بس طب ما توصلون لحالكم قدام وخلاص. طيب شباب، يعني هم مشون الطريقة دي كلها عشان ايش؟ يتكلموا ويقولون القصة. احنا عارفين القصة يا معلم، بس يلا. ممتاز. مش عارف هذا البيت تبع مين. ايوه هو البيت يا شباب اللي فيه المصايب كلها. بقول انهم خايفين ومش عارف شو. هذا بيتكم؟ بتقول لا، في هناك وحوش جوا. المهم شباب، هذا هو البيت يعني اللي فيه المصايب كلها، وتقريبا اخوهم جوا على ما اتذكر من الانمي. يعني بقول له ايش الصوت القوي اللي جوا هذا؟ فوق قدام جوا شباب حيصير مصايب. هاي الطبول، سامعين الطبول تاعت يا اخي بتعلينا. اشرد زينيتسو اسمه. ايوه زينيتسو، اخيرا شباب عرفت اسمه. طيب شو طاقة بعيد زي لبيلة. ماشي ايش هذا؟ عصب؟ عصب طنجيرة ولا ايش؟ طيب شباب الحين دخل، المفروض يكون طنجيرو دخل البيت. ايوه دخلوا هياتهم. تقريبا حيكون الخنزير جوا بيقاتل في هذاك على ما اتذكر، مش فاكر. بس يلا خلينا نكمل مشي احنا عشان ندخل في اللعبه. طيب شباب هذا هبل شكله، بس بده يضل يخاف وخلاص. هو لما ينام بصير قوي. ايه التمس عشان في ناس اليوم التمس. الله انه هبيل هذا. يلا يلا يا معلم يلا. ايوه يلا خاف كمان مره. اوكي الطبول طبعا بتغير الاماكن تحت طبول الشيطان هذه. يلا يلا يا زلمه تزهقناش. اوكي واخيرا يا زلمه. هات في حاجه هان. ماكو شيء. يلا مرحبا يا معلمين، في هان احدا؟ طيب خلينا نشوف. ايوه لقى ورق. بقى فيها انا رائحه شياطين. ماشي تعال نشمها. شم ايش يا طنجيرو؟ تشينج، تغيرت الغرفه، اجى باب جديد. طب خلينا نشم احنا ونشوف. في ريحه هنا، الريحه راحت. ايوه في رائحه شياطين. ها هذه نفس الغرفة. هذه نفس الغرفة اللي كنا فيها ولا لا؟ ولا بتهيألي اللي كنا قبل فيها. هذه ايش؟ ايش؟ ايوه في حاجة هان. بدي اقعد اجمع فاضول الحين انا. يا الله على الزهق يا شباب. هيات هذه. يس طيب يعني لازم ندخل جوا البيت هنا يعني. ايوه في هنا كرائحة. ماشي أيوة. هذه اللي كنا فيها احنا. هي فيها هنا حاجة. فهذا اللي حصير يا معلمين، حضلني الفلف انا لحد ايش ما اجمع الامور هذه كلها. ضايل انا اخذت واحدة من اربعة من الازرق، وهذه اخذت منها تنتين اللي هي الصفرة. خلينا نشوف. يلا يلا غير لي المكان. هات ماشي بلا ها انت كل شوي ها ها. طيب شباب احنا دخلنا الحين في مكان مليان دم، شايفين الغرفة هاد؟ ايوه لقينا الرائحة هنا. ممتاز يلا سكابيتي. هاي هات ماشي. احد زهقوني عيشت انا عارف انا عارف. يلا وصلنا، خلينا نشوف. هاي الرائحة من هان، نشوف ايش في هانا. ايش لقى؟ هي هو هاد على طول. بتذكر الشاب انه بكون من الاول هانا اصلا على طول بنلاقيه. مش بيجي الخنزير الحين المفروض هذاك اللي شو اسمه، مش عارف نسيت اسمه. بقول الروائح كلها ايش نفس الريحة. بقول هذا الشخص هو يعني الزعيم تبع المكان هذا.
وهذا بقول لك أطفال أغبياء ومش عارف شو. بقول لك ليش الكل دائما بضل يدخل البيت هذا؟ ليش حد يدخل في البيت شكله؟ أنا قاتل الشياطين ماجي. يلا معلم. أيوة. بدي أقول بصير يغير الأماكن في الأول بعدين. بعدين بيقاتل. صح؟ يلا يا زلمة. أيوة خنزير جاء صح؟ بتخيل إحنا يجي. هاي وجع. نسيت اسمه أنا كمان هذا. مين هاد الهبل؟ واحد براس خنزير، مين هاد؟ ومعاه سيوف ماشي. بقول لك هو هذا من قاتل الشياطين برضه، من قاتلين الشياطين من الفيلق. ماشي هذا بس بتكلمش إلا عن القوة بس، هاي اللي بعرف. كيو جاي. عسي. اوه الطبول هذا حتزهقنا الحين يا شباب. خيبتي والله صعب هذا. هذاك زي الهبل قاعد بقاع ملوش دخل. طيب ممتاز. لسه معلمين لسه. ايوه شم يا معلم شم. بقول عن زينيتسو اللي كان معه، بقول شكله واجه من الطريق هادي. والله هو مش فاهم حاجه شباب. بقول انه ايش لقى الاثار تاعت اخوها. خلص ماشي عرفنا القصه. يلا قدم يا معلم الباقي كله على الفاضي. يلا يا هبيلة خلاص انت دايما خايف. خلاص شباب هبيلة بدنا نقدم عنه لانه دايما خايف وبس، خاف من اي حاجة. هايو نام اذا نام خلاص، اذا نام اعرفوا انه ايش حيكسر الدنيا. يا عمي معطينا هذا الهبل. اهلين شب. شو الهبل يا شباب؟ شفار التمس. طب يضل يمشي لنا زي هيك؟ بكره حنوصل شباب الشقة الثانية. كيف؟ خاف من باب المسكة. يا الله هذا حيزهقنا. يا زلمة انا هي. اخيرا وصلنا. ولا لها لزوم في الحياة اصلا. شوف. طلع كيف بيمشي؟ طلع اصوات غبية. شباب انا هذا عصبني، خلينا نقدم. ترى كيف شكله صار؟ جاله شيطان وراه. هاي اشرد. حتى وقت الكاتل لما تدفع العيب. هبيلة. ايش صار؟ اغمى عليه؟ ايوه هذا هو الشغل يا شباب، الحين نشوف القوه. الحين نشوف القوه يا معلم لما هذا ينام. دياي الحين بتشوف ايش حيصير فيك. صار شخصيه ثانيه. قام المعلم. ولعت يا معلمين السرعة القصوى. خبتي علينا ايش حيسوي فيها الحين؟ بلا نندو بلا مش نندو. تعال بتصدق بقدر ولا بقدر اتصدق؟ ايوه خد بس ضربات شباب هيك يعني ضرباته قليلة. وايز هي السرعه، هي ضربه السرعه. ايدك ساوي ايدك ساوي يا هبيل ايدك ساوي. اوه هذا بضرب كثير. تعال جبت علينا يا شباب والله قويز.
يلا تعال. المشكلة شاف ضرباته مش كتير زي ما قلت لكم. ماشي هو قوي بس ضرباته قليلة جدا. واللي بيمسك الشباب نسيت أي واحد بيمسك. طب تعال تعال يلا موت سلمنا على الحبايب. ايش 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 هذا؟ مش لازم ينقص راسه الحين ولا لا؟ طيب ولا عصب هذا؟ عصب يا معلمين؟ تندر البرق يلا يا كبير بالسلامة. خلاص قوي جدا يا شباب قوي جدا. هذا زينيتسو ولا مش عارف اسمه قوي جدا. بالسلامة يا معلم. بس المشكلة ايش بي يا زلمة؟ ايش بي ما تدمجتش؟ مش عارف ليش بي الصراحة. ها صحي صحي الحين بدل الهبل. يا الله على الهبل يا شباب. بحسب انه هذاك هو اللي قتله. يوسف دمي بقول له عبيط. طيب شباب خلينا نقدم لانه كلام كتير ملوش لزوم. طيب رجعنا شباب لطنجيرو. ايش صار يا معلم؟ طيب ممتاز. في واحدة على اليمين نخدها وبنأخذ الصفرة هذه اللي انا مش عارف العملة هذه لايش اصلا. بتهيالي بشتري فيها شخصيات او اشي مش فاكر صراحة او مش عارف مش فاكر. ضايل واحدة بس ممتاز. طيب الحين يا معلمين نشوف بتهيالي قتال في طنجيرو الحين. بقول شم رائحة بني ادم هيومن انسان. بقول شم الريحة هذه من قبل. مين هذا يكون؟ كان قصده بابا بحكي يمكن هذا ابو الراس خنزير. ايوه وين سيوفك؟ يلا يا معلم خلاص. طيب شباب اللعب في هذا الحين بجري. اه فكرته بجري لحاله قاعد. ايش هذا؟ موسي موسي فرحان الزلم. بور هيدمان. يلا وصلنا. ايش فايديت هاي الزلم الطريق هذي؟ ايوه ممتاز. ايش الشكل هذا يا زلمه؟ طيب يلا خشي لي بس في القتال على السريع. ايوه هذا هو الصحيح. يلا معلم ايش هذا؟ تعال يا رزع. اوف تعال خذ هذه بس. يا بيي شباب هذا حيزهقني. هذا راح يزهقني عيشتي يا عمي. خلاص دكش تجي زي الهبل. يلا خذ هذه بس اسطح وقتل. والله شو مجنون هذا الخنزير. والله غير يزهقني هذا انا عارف. يلا كمل يا زلمة. دم دم ولا مش دم دم؟ خد خيبتي. والله كنا احنا كلها يا شباب بس الله سطر يا عم. هذا مزهق متصدي. والله متصدي متصدي يا ابو كرش انت. بنحاول نعمل فيه الالتيميت. يلا ليش ضاع؟ يا الله يا شباب ضاع الالتيميت. مش مشكلة بنسويه مرة ثانية. بس يلا موت. يلا سلم على حبايب يا معلم. بالسلام يا كبير بالسلامة. والله شاب قوي على آخر هاب أس كمان. بس خسارة الألتيميت راح علينا. زبطه. بالسلام يا كبير. ضل يجري. ايش هذا؟ خلص عم منه على السريع وضل يكمل الجرايم. والله هذا مجنون يا شباب. زين الحين يا شباب دور تنجيرو ايش مع البص الاخير هذا ابو الطبول. بس خلينا نقدم. طيب كومبليت مش عارف شو. انلوك. اسكتي انت اسكتي بلا كوايو ولا مش كوايو. اسكتي يا هبله. طيب يا شباب بتهيال الحين خلاص الحين عند البص المفروض يعني. او يمكن لسه كنت اقول يمكن يلاقوا اخوها. هاي الأخوها لقوه بس مع طبلة.
معلش شباب انا قدمت، ما بدناش نفهم يعني ايش اللي صار، بدنا نشوف البوس هذا الكبير او الشيطان الكبير. بقول ايش اللي صار، بقول ان الشيطان اخذه بعيد ومش عارف شو. ما علينا ما علينا، يلا معلم. طيب اجل هبيله شباب. بقول انت ليش هاني هبيله؟ مش عارف قال له بصريش في كائنات حيه، ما فهمت والله. مش عارف، في حاجة مرغوب من الشياطين. بقول الدم هو يعني إيش قيمة غذائية للشياطين؟ ماشي بشرح له قاعد عن الأكل الشياطين إيش، مش منه لزوم يعني. يلا يا طنجيرو طنجيرو. يا شباب لسه بدهم يزهقونا، فخليني شباب اخلص انا هذه ولحد ما يجي البوس بجي برجع لكم. يعني لقينا شغله انا، بس شباب الرابعه هذيك مش عارف وينها. ماشي جوهره حلو حلو. الرابعه الزرقاء هذه مش عارف وين راحت. مش مهم مش مهم، مش لازم اخلصها. خلينا نشوف الحين. ترى الحين هو الشيطان الكبير، شيطان الطبول. يلا يا معلم ايش هذا؟ ما لزكوا عمليك. بتذكر قاعد في حاجات مش عارف ايش ماله. طيب طيب مينو مادا اخيرا يا زلمه. باريتشي باريتشي اي نيد ات. شو باريتشي هذا شباب؟ 50人 يا 100人 分 ماريتشي نو نينجن او موتو ساغاستي كو نو دا. هو بده ياكل هذا عشان يمكن بده يصير قمر على ما اظن، او او يصير يعني رتبه اعلى على ما اظن. يلا يا معلم ناندومو. ايوه القتال يا شباب اخيرا. حتاكل القتل يا شو اسمك انت، ولا نلحق القتل؟ بس خلينا نشوف ضرباته. ايش هساوي ايش هساوي؟ لازم اضغط شباب. مش عارف الاي اصلا وين، مش عارف الاي وين اصلا. تعال هذا مش حينضرب اليوم شكله. زبطنا. طيب شباب هذا من النوع اللي بزهق شكله الشيطان هذا. خلينا بس نزبطه احنا. ييه راح دمه. يلا يا معلم خذ هذه، مسكنا شباب هو طاير. يلا يا معلم يا عمي ورا. استنى يا زلمه ليش قتلته يا زلمه؟ بدي اعمل له التيميت انا، بس مش مشكله لسه الحين بده يتحول بتهيالي. أس أخذنا ماشي. والله شباب ضعيف على آخر في الأول كان. كن حذرا. لمين بقول طيب؟ مين بتكلم يا هبيل أنت قاعد؟ بقول أعطيه أعطي كل ما لديك يعني عشان تزبط الدنيا. لازم تضل على قيد الحياة. إيش؟ بده يكسر عظم مين هذا؟ طيب يا زلمه زهقناش تستسلم. طيب ماشي انت قوي بس يلا. طيب الدم ومش عارف بطل الشاب كل كلامه على الدم، مش عارف ايش قصته هذا. يلا حتقول كتل الحين لما تشبع. ليش الالتم تمت راحت عمسري. الحين شبت هالي الايه هذه اللي ايوه هذه هي. عرفتوا اللي عرفتوا اللي هاي عرفتوا اللي هبيلة مش هتدمجني. ايش هذا ايش هذا ايش هذا يا زلمة؟ حنضلني نشرط شكلنا. ماشي ضلك طبل انت يا هبيلة. خد هذه تعال تعال جاي. اكل كتل الشباب لما شبع. دوري 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 هبيله.
يلا التمت يلا شباب. مش تشفي انا ليش دايما بضيعها يا الله ما خف دمي انا ومأزلح وكذبي. بس سلام يا زلمة ضيعنا الالتمت على الفاضي. في كمان لسه ايش هاد دي الحين بدي زبطه بتهيالي. ماشي تذكر المعلم والمي والحاجات هذه. ايوه سكوريتو يلا سيكوكاتا. مش بحكي الاكس وين. ايوه ضغط الحمد لله الحمد لله يا اخي. تشوف كيف شال راسه شيء والله اس كمان. سلام يا قمر انت يا معلم. انت يلا بعد كل القتال بدك تتعب زي هيك وتصير تعيط ايش على الشياطين صح. يلا روح عيط عليه امسك ايده الحق بدي ياخذ دم تبعه. بقول يجب الحصول على دمه. الحق عشان تعالج نزكو. ماشي اخذ شاب دم قمر. ماشي بس لحالها ظهرت. فخذ يا معلمي يلا عشان ايش تودي الدم للناس هذولاك عشان يعملوا علاج تبع مين تبع نزكو. يلا يا معلم هاريغاتو. ما علينا شباب. طيب خلص يلا يا معلم تزهقناش انت. بس خلصنا شباب من هذا. بس بطل يعيط على الشياطين مش عارف ليش بطل يزعل عليهم يعني تنجيره. لا زعلان هيو زعلان عليه. ها لازم تزعل لازم يا زلم. انت هبيل يا زلم. هذا قتل 600,000 واحد تزعل عليه قاعد. ماشي ممتاز هيك هيا تلاقي هذول المعلمين والحين بتهيلي حيلاقي كمان الخنزير ويلاقي زينتسو الهبيل هذاك الثاني. خلينا نقدم عنهم. ايش؟ بضرب مين هذا؟ سطح هذا قتل شكله باقي. ايش؟ بضرب في هذا عشان بده بحمي في الصندوق. بروتكتد. هذاك بده يعرف ايش في الصندوق وهذا قاعد بحميه وبسطح فيه هذاك والقصة كبيرة. تخيل طنجيرو الحين بعطيه راس على ما اظن. اعطيه راس اكبس مخه. بس انا عم بعلم. هذاك راسه قوي كمان بتهيالي او بصير يتدرب على قوه راسه. لا داخ الحين بلاقي وجهه هيك شبه البنات. ولد صغير مش شبه البنات. وجه طفل. ماشي دامينا. ممتاز. طيب شباب داخل معلم من النطحة اللي عطيها طنجيرو. خلاص الدنيا كويسة هيك. خلينا شباب نقدم القصة هذه ما لهاش لزوم أصلا يعني هيك حوارات بينهم وبس. طيب هذا المعلم نايم بتهيلي بخدوه معاهم بعالجوه ولا بصحى الحين بصير يتدرب زي الهبل. يلا روح على الشجرة دي قاتل. أنا مش تعبان خالص بقول له. تنجيرو بقول له انت تعبان. هذا بقول له انا مش تعبان. ايش 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 قال له عن الجبل ما قريتش. بدهم يرجعوا تقريبا على ما اظن. ماشي هيهم رجعوا على الجبل زي ما قال لهم الغراب. يلا يا معلم. لا اونيغاري ساما دي غوزايماس ني دوزو. ماشي هذه انا شاب متذكرها شكلا بس مش متذكر ايش عملت بالضبط او ايش بتعمل لهم بالضبط. المعلمين حياتهم ناموا. شوف هذا كيف راسه شباب راسه من البوكس اللي كلو او من الراس اللي كلو من طنجيره. ماشي متهيالي في الحين بدهم يروحوا على الجبل عشان قصة في هناك شياطين على ما أظن صح؟ والله مش فاهم شباب بالضبط. بقولوا بدي أسألك أنت قاعد أنت بتسافر مع شيطان لو قصده عن نزكو. بقولوا أنت كنت تعرف يعني ولسه بتحرف في الصندوق. بقولوا أنت شخص جيد يعني.
بيلا شبك صف اللحظة بيلا بيقول له أنا من رائحة الشم اللي عندي عرفت أنك أنت شخص لطيف يعني هيك وطيب بقول أنا مش قوي يعني بس إيش هو مش عارف قوته الهبيلة هذا زين تسو طلع نزكو نزكو دايجوبرا طيب شباب طلعت نزكو ها كبيرة تهيلي طلعت كبيرة صح عاملة حالها كبيرة يعني بطل اشوف هذا ولا لا نزكو ايش ماله تانجيرو ايش صار عصب اخته يا هبيلة هذه اخته يا هبيلة خلاص زلمة زهقناش ايش فيه ليش طلع السيف هو دي يا بولد حتواجه العدالة ليش مش عارف شو يا شباب صار قتل اهبل شكله صح اهبل بالمرة زينس ايش هذه شباب الرقصة اللي كانت في اول السلسلة صح مش هذه الرقصة اللي كانت في اول السلسلة بقول له في تقنية تنفس بتمنعك من انت ايش انك ترهق نفسك تتعب حالك يعني فشكله بدي يتعلمها طيب شباب بدي هيك القصة فعشان الحلقة طولت انا شباب حكمل ان شاء الله في الحلقة الجاية حنكمل القصة مع بعض القصة طولت كتير مش عارف ايش حيصير بعد هيك او خلينا نشوف طيب خلينا نعمل كنسل لهذا برضو بالمرة نشوف ايش حيصير بعديها حنقلنا على التشابتر اللي بعده ولا ايه صار معاي هذا شباب اعطاني اتشيفمنت انه صار معاي المعلم هيك خلصنا طب كويس اس 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 ممتاز الحين شباب لو دخلت اونلاين بتهيالي بكون معاي اللي هو زينيتسو ممتاز جدا هيا زينيتسو والتاني كمان فتح حلو جدا المهم معلم بنكمل الحلقة الجاية بتمنى شباب تكونوا استمتعتوا بالحلقة هاد تنسوا شباب ندعمكم باللايك والاشتراك معنا بالقناة وتنسوا شباب الصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومن هنا أبطال حلقة ان شاء الله براكم على خير والسلام.